مساء الخير حبايب، شلونكم؟ اليوم راح اسوي دجاجيك. اليوم شو نسوي؟ عندنا هذا الخيار، نحط الخيار الخيار. شوفوا هاي مسيف مسويه لبن، جدر لبن او روبا. نحط شويه روبا وياه. روبا ونحط، انا يعجبني احط وياه لبنه، اللبنه الثخينه كلش، هاي تعطي نكهه همينه بالدجاجيك، تعطي نكهه. بعدين شو احط له؟ احط له ثوم مطحون. انا ما عندي، يعني يمكن ما عندي خلق من ثوم مطحون، واحط له جبنت. جربوا الجبنت وياه، كلش طيب الجبنت وياه. الجبن طيب، ينطي نكهة. بس نخبطه طيب. شوفوا حبايبي هالشكل يطلع، تقدرون تاكلوه ويا كل شيء، ويا الخبز ويا اي شيء تاكلوه، ويا تمن احمر، تمن الاحمر طيب، ها، ويخبط. جربوها وراح ما تخسرون. احبكم هوايه، اقطع.